فجرا كعادته قصف يتبناه الحرس الثوري على مواقع داخل أربيل ومحيطها. القصف استهدف بحسب بيانات رسمية للحرس الثوري الإيراني مراكز للتنسيق الاستخباري الإسرائيلي. الحرس الذي تبنى الصواريخ تأخر عن إعلان الموقف الرسمي، لكن أربيل منذ اللحظات الأولى تحدثت عن قصف بصواريخ باليستية جاء من خلف الحدود الشرقية دون تحديد الجهة، لكن بيان الحرس الثوري كان تصريحا غطى على التلميح. الإيرانيون منذ فترة وهم يعانون من القصف الإسرائيلي على قطاعاتهم في الجانب السوري. طبعا هناك لا يوجد غطاء جوي يحمي القطاعات، ولا الروس يسمحون بغطاء جوي قد يزعج الجانب الإسرائيلي. 12 صاروخ باليستي إيراني تبعته غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني عصر اليوم من قبل الجانب التركي. الإقليم صاير تحت المطرقة، وهو متهم بأنه يحاول أن ينأى بنفسه عن سياسة التوازن اللي تريد بغداد السيطرة عليه والعمل بموجبها في الآونة الأخيرة. رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في تغريدة له أدان الحادثة ودعا إلى حفظ سيادة البلاد والحفاظ عليها، وكالعادة فتح تحقيق بالحادث، بس وين يحقق ومع من يحقق؟ الله العالم. المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماع بعد 16 ساعة من الحادث. اي نعم 16 ساعة، لا والمصيبة يسمونه اجتماع طارئ. ايش قال المجلس الوزاري للأمن الوطني؟ قال ان الاعتداء مدان ويعد اعتداء على حسن الجوار، رافضا استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وينتظر العراق بحسب البيان موقفا من القيادة الإيرانية السياسية في رفض الاعتداء، وكأنه يقول أو يراهن على أن يكون للقيادة السياسية الإيرانية رأيا مغايرا لرأي الحرس. السيد الصدر اليوم كان عنده موقفين. الأول أرجع الاعتداء إلى قوى الخسران والخذلان، لكن التغريدة الثانية طالب فيها باستدعاء السفير الإيراني وتسليم مذكرة احتجاج والتحقيق بمزاعم وجود مراكز للتنسيق الاستخباري والأمن الإسرائيلي في أربيل والإقليم عموماً.